بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريتنج لو انا عايز اقيم عملية التقييم، ففي عندي في الويدجتس بتاعتي هتلاقوا حاجة اسمها الريتنج بار. الريتنج بار لما اجي بعمل تقييم عادي، فانا نزلت ادي الريتنج بار. طبعا الريتنج بار ممتد معايا، طبعا ممكن اسميه عادي زي ما انا عايز. عايز اتعامل معاه ليه يهمني؟ طبعا ليه ستايل، ده الستايل الريتنج بار ستايل. طبعا الستايلات بتاعته تديله اشكال مختلفه خالص. الانديكيتور بيديله شيء زي ما انت شايف، النجوم الاصغر في السمول خالص، نجوم اصغر. في بقى عندك بقى في الاندرويد بقى اشكال تانية خالص، ممكن تجرب زي ما انت عايز. يعني ممكن الانديكيتور بتاع الاندرويد شكله عامل ازاي، في فروق، وفي حاجات بتبقى بقى بارزه قوي في شكل الاختلاف بتاعها. يعني انت ممكن تقلب وتشوف اللي انت عايزه. يعني انا اشوف النجوم شكلها عامل ازاي، مش عارف. طيب على العموم، اختار الشكل اللي يعجبك، الستايل اللي يعجبك، او زي ما اتفقنا ممكن نحط ستايلات تخصنا وتعلمنا ده. طيب انا هخلي الريتنج بار العادي الجميل ده نمبر اوف ستارز، وعند الريتنج وعند الستيب سايز. دول مهمين، الستيب سايز بواحد، لان خد بالك هو ممكن يديك بالنص. ماكس 5 يبقى اخره 5، بس لازم تحرك انت الديزاين بتاعك بحيث يعرض 5، ان هو يبدأ العارض بس هيديك الماكسيمم الدرجه 5. فبالمره تخلي المنظر يعرض 5 او 10 او زي ما انت عايز، يعني بحيث يبقى العمليه مبلوعه. فانت بتتعلم على نجمتين، بتتعلم على 4، بتتعلم على 5، بتقلل، مش عندك مشكله خالص، والريتنج شغال. ده عشان عامل ستيب سايز انا بواحد. لو مش عامل ستيب سايز بواحد، معاك النص هيشتغل، معاك النص هي ايه هيشتغل. ممكن تجيب 3 نجوم ونص، 4 ونص، والكلام ده طبعا حسب طبعا رايك او مزاجك او حسب الكيس انت بتعمله. او كده بص، خد بالك، خد ونص يعني، تمام؟ يعني في عندي ايه الانصاص دي شغاله في التقييم. طيب عشان اشتغل بقى على الريتنج دي في الكود، لو انا جوه التشيك بقى التشيك ستيتس باتن ده وعايز امروس عليه اعرف هو كان مدي تقييم كام، مفيش مشكله خالص. هعرفها بسهوله جدا من الريتنج بتاعنا. فاقول له توست مسج، قال لي اديني سترنج اعرضه. قلت له روح على الريتنج بار وعايز اجيب منه الريت، الريتنج يعني. الريتنج ده هو هيبقى عباره عن التقييم درجه من 5، لان انا مديله الماكسيمم سايز 5. حولتها دوت تو سترنج عشان هو بس بيرجع لي رقم، وعملتها في التوست مسج اللي هي الكاستم اللي احنا عاملينها. فاول لما انا علمت على واحده او اتنين، تمام، ورحت دوس على البطن بتاعي، قال لي جايب 2. طب علمت على 4، دوس على البطن، قال لي انت جايب 4. وبكده بقدر اعرف هو معلم على كام. طب ونص، قال لي 2.5، مش مشكله خالص، تمام. بكده قدرت اعرف الريتنج بتاع اليوزر مدهوني ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.